اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده الجزء الثاني من تجربه الكوزموس، وهنعمل مع بعض الايه بالين اللي هي كليبري. واو، ملزقه طبعا زي السلايم كده بالظبط. طبعا دي محتويات اللعبه ميه والكوبايه الكوبايه الصغيره ومعلقه الخشب والمعلقه العاديه والالوان وكالسيوم لاكتيت، ودي الكور اللي احنا عملناها في الحلقه اللي فاتت، لونها اصفر واحمر. بصوا كليبري كده ملزقه. هنعمل النهارده برضو حاجه بقى مختلفه خالص. بصوا ده كالسيوم لاكتيت، زي ما انتم شايفين احنا كنا حاطين النص بتاعه الاولاني، المره دي هنحط النص التاني، هنزوده ونزود بقى عليه ميه ونقلبه كويس. بعد كده بقى هنجيب الايه اللي هما الالوان بتاعتي ونحطهم فوقيها. واو واو واو، انا متشوقه جدا يا ترى التجربه دي هتطلع لي ايه. دلوقتي انا حطيت بس كالسيوم لاكتيت، بعد كده دلوقتي هزود بقى الميه اهو. اديني كده زودت الميه، وبعدين هجيب بقى المعلقه اللي هي الخشب واقعد اقلب العصايه الخشب دي، واقعد اقلب كويس. مكتوب بقى هنا ان احنا هنعمل بقى بيها ايه تعابين رهيبه. دي بقى التجربه الثانيه من الكوزموس. ايه ده، هنعمل تعابين بالالوان؟ ايوه هنعمل كده النهارده. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. اوكي، اول حاجه هجيب اللون الاحمر وهفتحه بقى كده، وبعدين هنزله بقى في الكوبايه. بصوا زي ما انتم شايفين هحطه بقى ايه دلوقتي، هعمل منه تعابين. ايه ده، بصوا نزل قد ايه وعمل لي تعابين عامله ازاي. واو، شكلها حلو جدا ومعجبه بيها قوي، والتجربه فعلا نجحت بطريقه سهله قوي. كل اللي عملته ان انا ايه دوست كده حبه كتير فعمل لي شكل التعبان. بصوا تعالوا نطلعوا نتفرج عليه. واو واو واو، بصوا شكله عامل ازاي. ايه ده، الله شكله حلو قوي. اوكي تعالوا بقى ان احنا نشوف ايه ممكن احنا نعمل ايه تاني بتعابين بقى باللون مختلف اللي هو اللون الاصفر. اوكي يا ترى بقى هنعمل شكل عامل ازاي، هنعمل شكل عامل ازاي، تطلي بقى التعابين عامله ازاي. انا متشوقه قوي ان انا اعرف. اوف، ايه ده، يا خساره العلبه وقعت مني فاللون الاصفر كله وقع جوه. بصوا ده اللي اتبقى بس. معلش لازم نخلي بند بقى نقفل البتاع كويس، بعدين نحطها على جنب، بعدين بقى لازم ننضف المكان وننضف ايدينا عشان اللي حصل في التجربه ده دلوقتي. بصوا ايدي مش نظيفه، فهنضف بقى المكان وهنضف هنضف ايدي، وبعد كده نرجع نكمل الايه التجربه ونشوف هتأدي الى ايه. لازم نتأكد ان احنا قافلين الغطا كويس. بصوا جبت بقى منديل وغسلت ايدي وقفلت على اللون الاصفر اللي اتبقى. تعالوا بقى نشوف اللون الاصفر اللي احنا عملناه ده هيطلع لي ايه. بصوا اهو انا ايدي دلوقتي بقت نظيفه. هنطلع بقى بالمعلقه البلاستيك الكوره الكليبري اللي احنا عملناها. ايه ده، واو، بصوا شكلها حلو ازاي برضو مع اللون الاحمر اللي هو التعبان الاحمر. بصوا واو واو واو، شكلها حلو قوي، كره فعلا كليبري اهو كده بالظبط. ومعانا ايه اللي هو التعبان، ومعانا كمان بصوا ده الجزء بتاع اللون اللي وقع مني بتاع اللي هو اللون الاصفر. ودي في الاخر نكون نتيجه التجربه. بصوا عملت كره كليبري كبيره قوي فيها احمر كمان. انا معجبه جدا بالتجربه الفظيعه اللي احنا عملناها دي النهارده، والتعابين اللي احنا عملناها دي انا عجبت بيها جدا. اكتبولي بقى يا صحابي في الكومنتات ايه رايكم في التجربه الفظيعه دي، عجبتكم ولا لا. وانا معجبه بيها جدا اللي هي كوره الكليبري، شكلها ايه شبه السلايم كده بالظبط. عجباني قوي، بصوا ملزقه ازاي. اكتبولي بقى يا صحابي في الكومنتات ايه رايكم في التجربه الفظيعه دي، عجبتكم كوره الكليبري دي ولا لا. وانا بقرب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا كل حاجه فيها، وعجبتكم التجربه اصلا ولا لا. هستنى الكومنتات بتاعتكم، وهنعمل بقى فيديو تاني فيه تعابين كتير. بصوا شكلهم كلهم تعابين كتير قوي مع بعض. واو واو واو، انا عجبت جدا بالفيديو بتاع النهارده، وكانت فعلا تجربه شايفه ان هي ناجحه قوي وعجبتني قوي تجربه الكوزموس. احنا كل اللي احنا عملناه حطينا الالوان اللي هو اللون الاحمر والاصفر على الكالسيوم لاكتيت اللي هم دول علبه دول الاصفر اللي اتبقوا. فهعمل لكم بقى تجربه تانية ونحطهم بقى تاني ونشوف هنعمل بقى بيهم اشكال ايه. المره اللي فاتت عملنا كور، المره دي عملنا تعابين.
واتمنى تكون التجربة عجبتكم. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال، وهستنى الكومنتات بتاعتكم. هتوحشوني قوي يا اصحابي. باي باي.